درت النداء الاول باش يعاونوني المحسنين، ما عاوني حتى شي واحد، كي تفلوا الناس في التليفون الله يجازيكم بخير، حتى شي واحد ما يبقى يتفلى على الناس في التليفون. حنا عندنا المرضى، حنا عندنا حشومه عليكم، عندنا المرضى، عندنا الناس مرض الدري مريض، ماشي حنا كنطلبوا. دابا كتعيطوا نتوما كتقولوا واش باغا تجوجي، انا ما عايش لكم على الزواج، هو عنده باه ويني الله يحسن العون، راه عنده باه ماشي ما عندوش، ولكن المصاريف ديال العمليه كانت كتطلب في كلينيك فوق 4 مليون. دابا الحمد لله عطاو في مي بن رشد، غادي نعس نهار 23 في الشهر باش يدير العمليه، ودابا كنطلب من خوتي المحسنين يعاونوا المصاريف ديال العمليه، خصو الترويض، خصو الدواء، خصو شي تحاليل داروا لي على برا، اي حاجه. المهم راه ماشي عيل حق ينعس، المهم الراميد راه عندي، انا ما كنكذبش خوتي عندي الراميد، وين الراميد ما غاديش يفيدني بكل شيء. نشط طاكسي حمراء راه كديني 900 حتى 1000 ريال، راه ما يمكنش انا اعاقه في الطوبيس. دابا لدى العمليه يمكنش غندي في الطوبيس ونجيبه في الطوبيس، والمصاريف خاصني الله يجازيكم بخير. وكنطلب من خوتي المحسنين اللي بقى فيها الدري، ها لاباري ديالته، ها الرجل ديالته، ومن ورا ثاني من ورا العمليه، من ورا العمليه ثاني خاصو لاباري اخرى، هاد لاباري كدير 1.5 مليون، ومن ورا وملي غادي العمليه خاصو لاباري اخرى ثاني النص ديالها حتى لهنا، حتى هي كدير شي 160 حتى المليون. مصاريف غاليه عليا بزاف، والدري انا عانيت معاه دابا شي 12 عام وانا كنجري فيه بن رشد، والحمد لله ملي شافوا دابا الطبيب شافوه وشافوا، المهم عرفوا الاعاقه ما هاوداش ليه من راسو، ما كيصاحبو من راس، كانوا موقفين لي العمليه. هذاك الشيء اللي قالوا لي ملي شافوا الطبيب، قال لي راه صافي عنده عمليه نهار 23 غادي ينعس. وكنطلب من خوتي المحسنين اللي بقى فيها الدري يتبعني للسبيطار بن رشد، يعاوني في المصاريف، يعاوني في العلاج ديالو. وعندي الراميد، راه ما كنقولش ما عنديش الراميد، الراميد عندنا الحمد لله، داير لينا سيدنا الراميد الله يجازيه بخير، الراميد راه حنا معاونين به، كنديروا به تحاليل، كنديروا به اللي في استطاعتنا في بن رشد، اللي استطاعتنا اللي كدار بالراميد راه حنا كنديروها، اللي ما كنديرهاش بالراميد راه حنا كنخرجوا نديروها على برا. وكنطلب من المحسنين يعاونوني في هاد الدري اللي بغى يتبعوا لبن رشد، نهار 23 عنده النعاس في السبيطار، محتاجه المصاريف ديال العلاج باش نركب باش نشري ليه الدواء، باش الوليد زيات 2009 في الاخر، عنده شي 12 عام وغادي في 13. ما كيجلسش دابا الدري، انا ما كيجلسش الدري، ولا كيتمشى شويه وكيعيا، الدري كيتمشى شويه وكيعيا. هاد العمليه ضروري خاصو يديرها، ومع كذلك انا خايفه منها، واخا خاصو يديرها انا خايفه بزاف. ما بغيت انا ولدي الصح، بغيتو يتمشى بحالو بحال الدراري، بغيتو يلعب بحال الدراري، بغيتو دابا اولا في المدرسه اللي شافوك كيقول لي العوج، في المدرسه الدراري كيقولوا لي العوج، كيطيح بزاف، كيطيح على ركابي، كيطيح على فمو سنان وطيحهم. دابا حاليا انا جريت به الحمد لله. المهم دابا من وصلت العمليه كنطلب من خوتي المحسنين يعاونوني، الله يجازيكم بخير، والله يكثر مصاريف العلاج، الله يكثر خيركم، والله يجازيكم بخير. واللي عنده شي حاجه اللي يقدر على هاد الدري يعاونو، انا كنطلب من المحسنين يعاونو. وصفر 07 06 60 21 88. لا لا هذاك حيدته.